قاضي ابن زنا جايوا له 3 اخوان وقالوا ابونا وصى وصيه فيها ورثنا، فانا ابغاك تفصل بيننا بالحق. فطالع في 3 اخوان وقال له واحد من 3، قال انت ابن زنا وما لك ورث، يلا توكل. طالع فيه، ايش فيه؟ ليه؟ اسمع معي القصه. هذا رجل حكيم كان عنده 3 عيال، ال3 عيال كان مسميهم عبد الله وعبد الله وعبد الله. فلما توفى لقي وصيه مكتوب فيها عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. وطبعا كان كاتب الوصيه هذه الحكمه معينه ما كان احد يعرفها ابدا. فراحوا يسالون اهل القريه، راحوا عند قضاة اهل القريه، راحوا عند مشايخ اهل القريه يسالون ايش الوصيه هذه، فكوا لنا الوصيه هذه، كيف نرث ومين لا يرث وكيف نعرف من يرث. فراحوا عند قاضي من قضاة اهل القريه فوصاهم على قاضي خارج البلاد. فقال روحوا للقاضي هذا وهو معروف انه يحل اصعب القضايا وانه معروف بحكمته ودهائه، فروحوا للقاضي هذا وراح يحل لكم القضيه ان شاء الله. فشدوا لحالهم وقرروا انهم يروحوا للقاضي هذا. وهم في نص الطريق لقيوا واحد يدور عن بعير ضايع له، فجاء سالهم قال شفتم بعير ضايع؟ فرد عليه عبد الله الاول وقال له هل هو اعور؟ فقال الراعي نعم انه اعور. فقال الثاني هل ذيله مقطوع؟ فقال نعم ذيله مقطوع. فقال الثالث هل هو اعرج؟ فقال نعم انه اعرج، هل رايتموه؟ فين البعير؟ فين شفتموه؟ فقالوا ما شفناه والله. قال الحين الوصف هذا كل اللي وصفتموه ما شفتموه؟ قال والله ما شفناه. قال لا والله انكم سرقتموه. قال والله ما سرقناه. فاصر عليهم الراعي لانكم انتم اللي سرقتموه بشتكيكم عند القاضي. فقالوا احنا رايحين عند القاضي وامشي معنا مره واحده واشتكي. قالوا يلا، ومشوا مع بعض لين وصلوا عند القاضي. كل واحد قال الدعوه اللي عنده للقاضي. فقال لهم انتم الان جايين من سفر وتعبانين فروح ارتاحوا، وامر لهم بغدا، وقال للحارس اللي عنده راقب الثلاثه. فجاء الخادم قدم لهم الغدا للثلاثه وراح. فقال عبد الله الاول قال ان اللحم هذا لحم كلب وليس لحم ماعز. وقال عبد الله الثاني ان المراه التي اعدت الغداء انها حامل في الشهر التاسع. وقال عبد الله الثالث ان القاضي ابن زنا. وكان الحارس ذحين يسمع كل شيء، فقام ونقل كل شيء للقاضي. فالقاضي لما سمع انه الاول قال انه هذا لحم كلب وليس لحم ماعز، قام استدعى الجزار. فضغط على الجزار، ضغط عليه لين اعترف انه فعلا اللي ذبحه كلب وليس شاه، لان قطيع الشاه باقي ما وصلت فانا استعجلت وذبحت لهم كلب. فاستدعى الطباخه اللي طبخت الغداء وسالها انت حامل في شهر كم؟ فقالت انا حامل في الشهر التاسع، وتاكد انه كلام الثاني صحيح زي ما قال الاول. دحين جاء على كلام الثالث انه القاضي ابن زنا. فراح القاضي وسال امه، فامه نفت الامر تماما، لكن حس انه في كلام تبغى تقوله ما قالته. فأصر عليها أصر عليها أصر عليها لين اعترفت أنه فعلا أنه هو ابن رجل آخر. فبهت القاضي وزعل وغضب وبكى. فراح القاضي لصالة المحكمة وجمع 3 أخوان وجمع الراعي صاحب البعير اللي ضاع يبغى يشوف قضيتهم. فقال القاضي للأخوان كيف عرفتم أنه البعير أعور؟ فقال عبد الله الأول لأن البعير كان يأكل من جانب واحد وأن البعير الأعور يأكل من الجانب الذي يرى منه. فقالوا كيف عرفتم أنه لا ذيل له؟ فقال عبد الله الثاني لأني رأيت الفضلات كتل مكومة في مكان واحد فعلمت أن لا ذيل له. فقالوا كيف عرفتم أنه أعرج؟ فقال عبد الله الثالث لاني رايت الاثار قدم تبرز عن الاخرى فعلمت انه اعرج. فقال القاضي لصاحب البعير انصرف فان بعيرك ليس معهم. فلما انصرف صاحب البعير سالهم عن 3 اشياء الثانيه. فقال كيف عرفتم ان الاكل او اللحم لحم كلب وليس لحم شاه؟ فقال عبد الله الاول لان لحم الشاه يكون فيه الشحم كاسيا اللحم والعظام، واما لحم الكلب فيكون اللحم كاسي الشحم، فلذلك علمت انه لحم كلب. فقال كيف عرفتم ان المراه التي طبخت لكم الاكل امراه حامل في الشهر التاسع؟ فقال عبد الله الثاني لأن الخبز الذي أتى سميك من ناحية ورفيع من ناحية أخرى، وذلك لا يحدث إلا إذا كان شيء يعيق المرأة للوصول إلى الخبز وهو البطن الكبير. فجاءت اللحظة الحاسمة اللي كان ينتظرها القاضي من أول. فجاء سأل عبد الله الثالث وقال كيف عرفت إني ابن زنا؟ فقال عبد الله الثالث لأنك أرسلت من يتجسس علينا، وفي العادة لا يفعل ذلك إلا أبناء الزنا. فلما عبد الله الثالث قال كذا القاضي قال الآن علمت من يرث ومن لا يرث، إخوتك يرثون وأنت يا عبد الله الثالث لن ترث. فقال عبد الله ليش؟ فقال لأن لا يعلم الزنا إلا ابن الزنا وأنت ابن الزنا. فلما رجع لأمهم الثالثة عرفوا أن فعلا عبد الله الثالث هذا متبنى وليس أخوهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.